كارثة جديدة ما بين تعز ولحج، سيول ضخمة أخذت معها أرواح عشرة مدنيين، فيما لا يزال كثيرون في عداد المفقودين حتى الآن. في طريق خطر ووحيد اضطر المدنيون في تعز خوضة بسبب الحصار الذي تفرضه الميليشيا على الطرق الرئيسية من جهة الراهدة للمواطنين العابرين باتجاه لحج وعدن. في هذا الطريق يخاطر المدنيون بأرواحهم ويفقدون أحباءهم وذويهم. وبالإضافة إلى عشرات المدنيين جرفت السيول منازل بعض المواطنين والعديد من السيارات والشاحنات ومساحات واسعة من الأراضي الزراعية. مواطنون قالوا إن طريق المقاطرة مقطوع منذ عصر الاثنين بسبب السيول، والناس يبحثون عن ذويهم المفقودين دون جهود إغاثية من قبل السلطة المحلية أو المنظمات الإغاثية. المواطنون أطلقوا نداء استغاثة لقيادة السلطة المحلية بمحافظتي تعز ولحج ولقيادة التحالف العربي والمنظمات الدولية لإنقاذهم من هذه الكارثة، خصوصاً وأن المنطقة تشهد منخفضاً جوياً يزيد من احتمال استمرار السيول ويضاعف الأزمة الإنسانية. يتزايد عدد الضحايا بشكل متسارع، أما استجابة الحكومة فلا أحد يعرف متى ستكون، فلا شيء طارئ لدى الحكومة ولو كانت أجساد مدنيين بعضها عثر عليه والبعض الآخر في المزارع وبطون الأودية.